الله الرحمن الرحيم. بعد اول حاجه كنشكركم اخويا وكنشكر جمهور المحمديه كنبغي نشكر جمهور المحمديه كنقول لهم كنهدي لكم هذا اللقب هذا وان شاء الله نهار الاحد ان شاء الله باذن الله نفرحوهم في كاس العرش ان شاء الله ومازال عندنا ان شاء الله كاس العرب باذن الله في شهر 7 مازال غنفرحوهم اكثر فاكثر باذن الله تبارك الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حنا فرحانين بزاف بالتتويج الثاني للبطوله اللي فرحنا به جماهير شباب المحمديه والساكنه شباب المحمديه. فان شاء الله حنا باقي طامحين نحقوا نتائج ايجابيه ونحقوا القاب اخرى ان شاء الله باش نفرحوا. شكرا. اول شيء كنبغي نشكركم على الاستضافه وكنبغي نهنئ جمهور شباب المحمديه على هذا اللقب اللي كيف تعرف الجمهور المغربي فهو كان صعيب لانه اول مره كنلعبوا 30 دوره وكانوا مباريات وسط الاسبوع وكان الضغط، ولكن الحمد لله بالعزيمه ديال الرجال وبالخدمه ديال الطاقم التقني والطبي والاداره هما اللي ساندونا والجماهير اللي كانت كتساندنا وكتمشي معنا، فحنا قدرنا نحققوا هذا اللقب اللي كنبغي نهنئهم وكنبغي نوجهوا لهم هما بالخصوص جمهور شباب المحمديه. كنبغي نشكرهم جزيل الشكر وكنقول لهم ان شاء الله مازال الخير القدام ان شاء الله يا رب. شكرا. السلام عليكم. كنشكروا جريده الحياه اليوميه على التغطيه ديال هذه المباراه. الحمد لله هذا العام هذا استعملنا التوجه بالدوري الوطني على الموسم الثاني على التوالي. الحمد لله دابا البطوله خلينا الله وكنحاولوا عندنا ماتش ديال كارت فينال نهار الحد ان شاء الله نحاولوا ندوزوا للدومو فينال باش نعاودوا نحققونا في الانجاز ديال ذاك العام ان شاء الله باذن الله. الحمد لله التتويج جا في المحل ديالو بمجهودات ديال اللاعبين والطاقم التقني وكذلك المكتب المسير. الحمد لله الان مدينه المحمديه بدات كترجع الالقاب ديالها وترجع المنافسه على الالقاب. هذه بدايه وان شاء الله مدينه المحمديه في المستقبل القريب ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. شكرا.